الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا بإذن الله تبارك وتعالى. هذا اللقاء عن تفسير حلم إخراج الميت من المقابر في الحلم، فتابعونا وما تنسوناش بلايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وجزاكم الله عز وجل عنا كل خير. إذا رأى الحالم أنه يقوم بفتح المقبرة ليخرج أباه المتوفى يدل على الميراث الذي يحصل عليه هو وأشقاؤه. القيام بالحفر لعمل مقبرة في الصحراء يدل على موت الشخص الحالم. الشخص الذي يرى في الحلم أنه يفحر قبره وينام فيه يدل على القيام للاستعداد للقاء الله عز وجل. تفسير خروج الميت حي من مقبرة: الميت الذي يخرج من مقبرة ووجهه مضيء وبار، وجهه حلو يعني كده ومضيء ما شاء الله، ووجهه مضيء ويراه الحالم في المنام يدل على أنه متوفي على طاعة ربه والرسول صلى الله عليه وسلم، وله مكانة عظيمة في الجنة. رؤية الحالم بأن شخصا خرج من المقبرة وعلى وجهه شحوب يدل على عدم شعوره بالراحة، والله أعلم. تفسير رؤية احتراق المقابر في المنام: رؤية المقابر تحترق يدل على حاجة الشخص المتوفى الدعاء والبحث عما أكل أموالهم بغير حق أو وجود دين عليه ولم يرده إلى أصحابه. هو مش رد على أصحابه ولا حد من أقربه رد عنه يعني. تفسير رؤية المقابر الفارغة في الحلم: رؤية المقابر مفتوحة وخالية يدل على خيبة الشخص الحالم وأنه لا يستطيع من يفكر فيه أو يسعى ليفعله. ربنا يحفظنا يا إخواننا. إذا رأى الشخص الحالم مقبرة فارغة تدل أيضا هذه الرؤية على أن الحالم يشعر دائما بالوحدة رغم وجود الأصدقاء. رؤية الحالم بأنه ينام بجوار مقابر يدل على إصابته بآلام والكرب. النوم في المنام فسر ابن سيرين على أن الشخص الرائي مخادع وغير صادق مع غيره وهو شخص ماكر. النوم داخل المقابر يدل على دخول الحالم السجن، يا رب احفظنا. حفر المقبرة والدخول فيها وهو يريد ذلك على علاقة يدخلها ثم زواج الشخص الحالم. يعني اللي يفحر قبر ويدخل فيه وهو يريد ذلك، هو عاوز كده يعني، رأى نفسه في الحلم كده، دي دليل اللي هو هيتزوج ان شاء الله عز وجل. هي دي المعنى والله اعلم. تنسوناش بقى بلايك وشير، وجزاكم الله عز وجل عنا كل خير. ولا تنسوا قراءة سورة الملك كل يوم قبل النوم، فهي المانعة والمنجية من عذاب الله في القبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.